الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما عبده ورسوله المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، تكلمنا في الحلقة السابقة بشكل مختصر عن النشأة وأهم المؤلفات الحديثية عند أهل السنة، واليوم نتكلم عن النشأة وأهم المؤلفات الحديثية عند الشيعة الإمامية. وهناك تنبيه مهم، أنا في هذه الحلقات لا أقصد الكلام عن علم الحديث عند أهل السنة بمفهوم شرح المصطلحات أو بيان أنواع الحديث وهذا الكلام، وإلا فشيوخ أهل السنة الذين ملأوا الدنيا قد شرحوا هذا العلم وبينوه، وننصح بالعودة إلى شروحهم أفضل من السماع لمثل في هذا العلم. لكنني أحاول في هذه الحلقات وفي هذا البرنامج عقد المقارنات بين أهل السنة وبين الشيعة في هذا العلم، في علم الحديث، لأبين كذب ودجل الشيعة في هذا العلم. ولذلك أتكلم عن كتب الحديث عند السنة في حلقة، وعن كتب الحديث عند الشيعة. أتكلم كذلك عن منهج التصحيح والتضعيف عند أهل السنة، وعن منهج التصحيح والتضعيف عند الشيعة. فأقوم بعقد المقارنات لأبين كذب ودجل الشيعة، أرجو أن تكون المسألة واضحة. ونحن اليوم قبل أن نتكلم عن نشأة علم الحديث عند الرافضة، نريد أيضا أن نبين شيئا هاما، أن أهل السنة سبقوا الروافض في هذا العلم، وأن الرافضة لم يكونوا سوى مقلدين لأهل السنة، بل هم عالة على أهل السنة في هذا العلم، ولم يقدموا جديدا إلا ما يختص بمذهبهم. حتى عند الاستدلال أو ضرب الأمثال أثناء الحوار تجدهم يأتون ببعض الاستدلالات من كتب السنة بالنص، وكذلك يعترفون بأنه لم يكن لهم أي سهم فكري في علم الحديث الشريف، وإنما اقتبسوا ذلك كعادتهم من أهل السنة. يعني باختصار، وهذه القاعدة تسير معنا في كثير من الحلقات، أن الشيعة عالة على أهل السنة كما سنبين. قالوا إن أول من صنف في الدراية من الشيعة تقليدا لأهل السنة هو زين الدين العاملي الملقب بالشهيد الثاني، الذي قتل عام 965 هجرية. وهذا الكلام موجود في كتاب الكنى والألقاب لعباس القمي في المجلد الثاني في الصفحة رقم 384 تحديدا. فدراية الحديث من اختصاص أهل السنة وحدهم، وإنما بدأت دراية الحديث عند الرافضة مع ظهور الشهيد الثاني، وشهد شاهد من أهلها بالحق. ويقول الحر العاملي وهو يتحدث عن الشهيد الثاني، طبعا الحر العاملي هذا علم ومحدث من كبار المحدثين عندهم، وهو مات سنة 1104 هجرية، وكان يقول في عباس القمي، يقول هو شيخ المحدثين وأفضل المتبحرين كما في الكنى والألقاب. يقول الحر العاملي أول من صنف من الإمامية في دراية الحديث هو الشهيد الثاني، لكنه نقل الإصطلاحات من كتب العامة كما ذكر ولده وغيره، يعني من كتب أهل السنة. ويقول الدكتور عبد الوهاب الفضلي إن أقدم كتاب إمامي وصل إلينا في هذا العلم هو كتاب الدراية للشهيد الثاني المتوفى سنة 965. طبعا عبد الوهاب الفضلي من علماء الشيعة المعاصرين ومتخصص في علم الحديث، وهو يدرس في الجامعة العالمية بلندن، وقال هذا في كتابه أصول الحديث في الصفحة رقم 11. إذن التأليف بدأ متأخرا جدا جدا عند الشيعة، بداية من الشهيد الثاني كما يسمونه زين الدين العاملي. ثم إن المتتبع لكتب الرافضة يجد أن تقسيم الخبر عندهم إلى صحيح وحسن وضعيف وموثق إنما هو ناشئ من احتكاك الشيعة بأهل السنة، أرادوا أن يقلد السنة لرد الاعتبار للحكم على مروياتهم، حتى وإن سلكوا في ذلك طريق الغش والتدليس والتخبط وما إلى ذلك. وفي ذلك يقول الحر العاملي أيضا في كتابه وسائل الشيعة في الجزء 30 صفحة رقم 385، يقول والإصطلاح الجديد في تقسيم الحديث
موافق لاعتقاد العامة واصطلاحهم، اتفقنا أن العامة أهل السنة كما يسموننا. يقول بل هو مأخوذ من كتبهم، وحط تحت دي 100 خط، بل هو مأخوذ من كتبهم كما هو ظاهر بالتتبع. يعني أنا بعتبر الحر العملي هذا زيه زي كمال الحيدري، هو مثل كمال الحيدري في هذه الأيام. كمال الحيدري ينكر على الشيعة أنه لم تصح رواية واحدة من جهة السند تثبت إمامهم المزعوم المسرب المهدي، وكذلك هذا الحر العاملي يستنكر على الشيعة، يقول وقد أمرنا الأئمة في اجتناب طريق العامة، يعني يستنكر على الشيعة كيف سرقوا علم الحديث من السنة. ويقول أيضا كما في وسائل الشيعة في الجزء 30 في صفحة رقم 259 تحديدا، يقول وهذا الاصطلاح الجديد يعني تقسيم الحديث يستلزم تخطئة طائفة الاثنى عشرية في زمن الأئمة الاثنى عشر وفي زمن الغيبة. إذن أيها الكرام، نخلص من هذا مما تقدم من كلام الحر العاملي وغيره، أن أو هذا الكلام كله يفيد تأخر دراسة الشيعة لعلم الحديث إلى حوالي القرن السابع أو ما يزيد، وهذا يؤكد لنا أن الرافضة عالة على أهل السنة في هذا العلم، ولا ينفكون عن تقليدهم في التحديث والتصنيف. ويفيد كذلك تأخر الشيعة في الاهتمام بهذه القضية، وأن الدافع لديهم ليس الوصول إلى صحة الحديث بقدر ما هو الخوف من نقد المذهب من قبل الخصوم. يعني خذ هذه المفاجأة التي تؤكد وتثبت صحة كلامي. يقول باقر الأيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية في صفحة رقم 86، يقول السبب في تأليف النجاشي لكتابه، كتاب رجال النجاشي المعروف في الرجال من أقدم الكتب، هو السبب هو تعيير جماعة من المخالفين للشيعة بأنه لا سلف لهم ولا مصنف. يعني يريد أن يقول أن المسألة كلها كانت رد اعتبار بس لا تعدو كونها كذلك، والرافضة دخلاء على أهل السنة في هذا العلم، هم تسولوه أصلا من أهل السنة، ولكن للأسف لم يحسنوا استخدامه وتطبيقه، وهم معذورون في ذلك في الحقيقة، لأن كل مروياتهم لا تثبت تحت مجهر علم الحديث عند أهل السنة. وانت بتتكلم عن نشأة علم الحديث عند الشيعة ستجد من يقول لك لا، الشيعة هم أول من كتبوا في علم الحديث وأول من صنفوا في علم الحديث. كيف ذلك؟ يقول القرن الرابع كانت بداية التصنيف عند الشيعة. كيف ذلك؟ يقول الحاكم النيسابوري أول من تصدى للتصنيف في الحديث أصلا وكان من الشيعة، كما يقول حسن الصدر بل هو شيعي قح، الحاكم النيسابوري صاحب المستدرك. يقول وفي علماء من السنة قالوا هذا الكلام، الذهبي قال هذا الكلام وغيره قالوا هذا الكلام، لم يقولوا شيعي قح بل قالوا أنه شيعي كما سيأتي. عبد الحسين أيضا في المراجعات يقول كان من أبطال الشيعة ومن سدنة الشريعة، يعني يعتبره رافضيا مثلهم. طيب نقول على فرض صحة هذا الكلام، والمفروض أن احنا كنا خصصنا حلقة في تحرير القول في الحاكم في تشيعه من عدمه، لكن على كل قبل أن نتكلم أو نحرر القول في تشيع الحاكم من عدمه، نقول لماذا يتجاهل الشيعة المؤلفات الحديثية عند أهل السنة التي كانت قبل الحاكم بزمان؟ يعني كتب السنة كلها في الغالب ألفت وكتبت ودونت السنة في القرن الثاني والثالث، وهذه القرون كانت تسمى العصور الذهبية للسنة أو لتدوين السنة. في القرن هذا القرن كان موجود البخاري ومسلم والشافعي وأحمد وأئمة الدنيا كلها كانوا موجودين، وقبلهم وقبلهم وقبلهم. الشيعة لم يروا هذا، يعني كتاب الموطأ كان فين؟ كان فين؟ الذي مات صاحبه في القرن الثاني متقدم، بل كتاب المجموع للإمام زيد بن علي الذي رفضه الشيعة كان في نهاية القرن الأول أصلا. والحاكم وينون الحاكم توفى سنة 405 في بداية القرن الخامس، أين هذا من ذاك؟
يعني الشيعة يقولون هذا الكلام كالمجانين وهم يقولون هذا الكلام. ثم كلام أو اتهام بعض علماء السنة للحاكم بالتشيع لا يجعله أولا خارجا عن دائرة السنة، كما سنبين أنه أن هذا ليس قدحا فيه. ثانيا لا يجعله أول من صنف، لأن كلام الشيعة في هذه الجزئية كما قلنا كالمجانين وهم يتكلمون هذا الكلام. الإمام الذهبي نعم يقول عن الحاكم في سير أعلام النبلاء قال صنف وخرج وجرح وعدل وصحح وعلل وكان من بحور العلم على تشيع قليل فيه. جلال الدين السيوطي يقول ثقة يميل للتشيع. طبعا يعني كلام الشيعة معروف عنه، الشيعة يقولون في وصف من التشيع كان من أبطال الشيعة ومن سدنة الشريعة وهذا الكلام كما يقول حسن الصدر وغيره. لكن لماذا رماه بعض علماء السنة بالتشيع؟ ما هي الأسباب التي جعلت الذهبي وغيره يقول أنه كان متشيعا؟ أولا لأنه في كتابه المستدرك كتب في مناقب الصحابة وروى عنهم لكن لم يروى عن خصوم علي بن أبي طالب رضي الله عن الجميع. خصوم علي كمعاوية بن أبي سفيان وعمر بن العاص لم يروي لهم ولا حديث، وتكلم عن غيرهم من الصحابة. لكن وضع تحت لكن 100 خط روى لطلحة والزبير وعائشة وهم أيضا كانوا من خصوم علي وقتها، وقاتلوا عليا كما قاتل معاوية، وهذا يدل على أن الرجل ليس كما يدعون رافضيا أو شيعيا، لكن لعله لم يصله شيء من الأحاديث التي يرى أنها تصح في فضائل معاوية رضي الله عنه، وهذا توجيه العلماء في هذه المسألة. كذلك الإمام النسائي لو رجعتهم رمي بنفس التهمة ولنفس السبب أيضا، لم يخرج في فضائل معاوية بن أبي سفيان حديث، فعندما سئل أخبرهم أنه لم يصح عنده حديث لمعاوية إلا حديث أو إلا الحديث الذي رواه الإمام مسلم لا أشبع الله بطنه. فالحاكم لعله كان له نفس السبب. السبب الثاني في اتهام الحاكم بالتشيع إخراجه لبعض الأحاديث التي فيها نصرة للشيعة وتساهله في تصحيحهم، مثل حديث الطير المعروف وحديث أنا مدينة العلم وعلي بابها. هذه الأحاديث حكم عليها الحاكم بالصحة، قال هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجها. حديث أيضا النظر إلى علي عبادة، طبعا هذه كلها أخبار وأحاديث باطلة وموضوع لا يثبت منها شيء. لكننا نرد على هذا الكلام بأن الحاكم صحح أيضا في فضائل أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عن الجميع أحاديث باطلة وضعيفة وموضوعة. لماذا؟ لأنه كان متساهلا، هذا معروف عنه، متساهلا في التصحيح، فلا يعتبر تصحيحه لهذه الأحاديث دليلا على تشيعه. إذن الخلاصة مما سبق بيانه من كلام أهل العلم أن الحاكم كان فيه تشيع، لكن وتحت لكن هذه 100 خط، لكن ليس التشيع بمفهومه الحالي اللي هو الرفض، وحاشاه أن يكون كذلك رحمه الله. فالتشيع في بادي الأمر لا يعد أن يكون هو محبة علي محبة زائدة عن المطلوب شرعا، أو تقديم علي على عثمان رضي الله عن الجميع، وهذا كان في الأزمنة المتقدمة، أما الآن في الوضع مختلف، التشيع والرفض بمعنى واحد، الوضع مختلف. هذه المصطلحات الآن أصبحت تطلق على كل من يقع في الشيخين وفي أغلب جماهير الصحابة. الحاكم لم يكن كذلك، كان يجل الشيخين ويروي لهما ويعرف لهما قدرهما، وكان من أهل السنة والجماعة رحمه الله. ولذلك الذهبي في ميزان الاعتدال يرد على ابن طاهر لما نقل قول الشيخ إسماعيل الهروي أن الحاكم كان رافضيا، قال الذهبي كلمة جميلة تكتب بماء الذهب، قال الله يحب الإنصاف، ما الرجل برافضي بل شيعي فقط. وقال أيضا في تذكرة الحفاظ في المجلد الثالث تحديدا أما انحرافه عن الخصوم أي خصوم علي فظاهر، وأما أمر الشيخين فمعظم لهما بكل حال،
فهو شيعي لا رافضي. ولذلك ابن السبكي يقول غاية ما قيل فيه أي الحاكم الإفراط في ولاء علي رضي الله عنه، ومقام الحاكم عندنا أجل من ذلك، يعني أجل من وصفه بالرفض. فالأمر ليس كما يقول حسن الصدر بأنه كان شيعيا رافضيا وسدنة الشريعة وابطل الشيعة وهذا الكلام. هناك أمر مهم جدا أيضا جاء في كتاب معالم العلماء لابن شهر أشوب في الصفحة رقم 167 تحديدا في فصل من عرف بكنيته، ذكر أن الحاكم النيسابوري هو لقب الشيخ المفيد الشيعي صاحب الأمالي وليس صاحب المستدرك. وكذلك الممقاني، الممقاني متخصص وهو من أكابر علماء الحديث ورجال عندهم، قد صرح في أكثر من موضع من كتابه مقباس الهداية، الكتاب اسمه كده، اسمه مقباس الهداية في علم الدراية، ذكر أن الحاكم كان من علماء العامة أي السنة، ووافقه محقق الكتاب على هذا الأمر. أيها الكرام، حتى لا أطيل، بعد هذه النظرة الموجزة لنشأة علم الحديث عند الرافضة تبين أن أهل السنة لهم السبق في هذا الفن، وأن الرافضة ما هم إلا عالة على أهل السنة في الحديث والتصنيف، وتتوالى الحلقات تباعا إن شاء الله لتؤكد على هذه القضية وعلى هذه الحقيقة. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.